بس كلام. أكيد وصلنا لأولى فقراتنا لليوم برنامج نيوتك واللي هي موبي ستور. طبعا موبي ستور اللي نجيب لكم فيها آخر إصدارات الهواتف المحمولة وهم مميزاتهم. في كل حلقة من برنامج نيوتك حندرس لكم على نوع معين من التليفونات من عدة شركات مصدرة للهواتف المحمولة. واليوم اتجهنا لشركة LG واليوم حندرس لكم على هاتف LG X Power 2. LG X Power 2 يعتبر من الهواتف المميزة. الذاكرة متاعتها 16 جيجا، الرام متاعها 2 جيجا، الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، الخلفية 12 ميجا بكسل. طبعا التليفون للجي هذا البطارية متاعتها الداخلية ما تدعمش ان هي البطارية تطلع البرة، وتاني شيء انه ما فيش البصمة يا محمد، ما يدعمش خاصية البصمة. من عيوب انه هو احنا نقوله الأتربة والغبار والمية انه هو هذا كلهم مش ضدهم. طبعا شركة LG زي ما نعرفوها ان هي شركة كبيرة ومصدرة للهواتف بشكل هلبة كبير، بس للأسف ان هنا في احنا نقوله في ليبيا قليل نادر ما انك انت تلقى هاتف LG، يعني قليل نادر ما انك انت مثلا تمشي لمحل او محلين تلقى فيهم هواتف LG اللي تبيهم انت. طبعا في اللي احنا نقوله مثلا سواء تونس مصر او الدول الاخرى هاتف LG عندهم بصفة هلبة كبيرة. فاحنا زي ما عودناك في برنامج نيوتك وخاصة في فقرة موبي ستور ان احنا هندرسوكم على اخر اصدارات الهواتف المحمولة، مش انكم انتم تكون عندكم دراية تامة بالهواتف كلها من جميع الشركات اللي يمكن ما تعرفوهاش انتم قبل حتعرفوها معنا هنا في برنامج نيوتك وفي فقرة موبي ستور. يا محمد،